مشاهدي بيت للكل في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من بيت للكل. اليوم خلينا نتحدث مع حضراتكم عن موضوع وعن تصريحات الغاشمة للمحتل الإسرائيلي التي تأتينا كل يوم وكل يومين، تصريحات غاشمة من الجانب الإسرائيلي طول الوقت، أو مقال مكتوب في الصحافة الإسرائيلية، أو مقال مدعوم في الصحافة الغربية، أو بوست، أو لقاءات متنوعة، أو إعلام كاذب يحاول أن يقدم مجرد أخبار كاذبة وتصريحات طول الوقت. نحن أمام هذه التصريحات التي تقول دائماً إلى الشعب الصامد في قطاع غزة الفلسطيني اذهبوا جنوباً، وكانوا يحددوا في البداية اذهبوا جنوباً إلى سيناء إلى مصر، أو اذهبوا شرقاً إلى الأردن، أو أن نفاجأ بتصريحات أيضاً من وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية وهي تقول بأن من الممكن أن يتم تهجير الفلسطينيين بشكل طوعي، يعني أو للمتطوعين إن هم يبقوا موجودين في أنحاء العالم، وبدل من أن يقدم لهم الأموال في إعادة قطاع غزة، هذه الأموال قد تنفع لهم في دول التي ستستضيف الفلسطينيين. كلها الحقيقة تصريحات غاشمة، كلها لا تنم غير أنه محتل غاشم ويريد أيضا أن يتم تصفية القضية الفلسطينية. ولكن الشعب الفلسطيني صامد، والآراء صامدة، والسند والدعم الذي نقدمه لهذا الشعب مستمر ودائم بأن فلسطين باقية والاحتلال في زوال. أدرك أيضاً الأردن منذ الساعات الأولى لطوفان الأقصى بأن الأهداف الإسرائيلية ليست فقط للقضاء على المقاومة الفلسطينية المتمثلة بحماس، وليس للدفاع عن نفسه، إنما كانت عملية عسكرية بأهداف سياسية. وبين قوسين نتحدث عن التهجير. التهجير الذي يريده الإسرائيليون هو إبعاد الفلسطيني عن أرضه ورميه أيضاً في بلاد أخرى مجاورة له، حيث يمارس حقوقه الوطنية والسياسية، بمعنى آخر تفريغ وتصفية القضية الفلسطينية. هذا الموضوع بالنسبة للأردن وأيضاً للشقيقة مصر الحبيبة أمر حاسم ومبتوت فيه بأن لا للتهجير. وبالنسبة للأردن لنا تصدينا لهذه الفكرة منذ اليوم الأول، فالتهجير بالنسبة لجلالة الملك عبد الله الثاني هي خط أحمر. أهلا بكم، أضم صوتي لزميلتي شافكي ولانا. نعم، هو دم الشهداء الذي يشبه الحناء، وقد أعاد تشكيل الوعي وتصويب البوصلة نحو كرسي شمس الحرية الآتية لا محالة، رغم شدة الألم وقسوة المشهد، حيث للحرية أثمانها الباهظة، وبالتجربة لم يبخس الفلسطينيون أرضهم ومقدساتهم ما تستحق من بذل وفداء، ذلك أن للحرية أثمانها، وهذه الفلسطين بما تمثله تستحق كل هذا البذل وهذا العطاء، خاصة والاحتلال لم يخف نوازعه، وها هو يقترف جرائم إبادة جماعية بحق شعبنا، متلحفا بغطاء النفاق، مستترا بخطاب الخديعة يشيع الرعب لتحقيق غاية التهجير الثاني.